الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 41. أحب أرحب بضيوفنا السادة الصحفيين وبأعضاء لجنة الاستشارة العليا اللي معانا خطوة بخطوة في المهرجان وداخل الكواليس، الأستاذة جاسمين طه، الأستاذ الدكتور خالد عبد الديري، الأستاذ شريف البنداري، الأستاذ طارق الشناوي، الأستاذ عمر عبد العزيز، الأستاذة ليا علمي، الدكتور محمد العدل، الأستاذ مسعد كودة، والأستاذة هالة خليل. أحب أرحب برضو بسعادة السفير المكسيكي بالقاهرة الأستاذ حسين أوكتافيو تريب ومس ريتشل لازلي الملحق الثقافي الأمريكي بالقاهرة. على المنصة الأستاذ محمد حمصي رئيس المهرجان والأستاذ أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني. وأنا عمر قاسم المدير التنفيذي للدورة 41. لكن في حد أنا عايز أشكره بالتحديد وفخور وسعيد ان هو ما زال المدير الفني للدوره 41 حتى الان، وهو طبعا الاستاذ يوسف شريف الصغير. اللي بنفتخر ان احنا بنهدي اسم الدوره 41 له ولربه، وهي الاولى الاستاذ يوسف انا بشكر على اسلوبه. سعيد جدا بالترحيب والاهتمام اللي احنا استشعرناه لما عملنا امتحان اهداء الدوره باسمه. طبعا يعني اكيد هيبقى في بعض التفاصيل هنكشف عنها بعدين، في تفاصيل ليها علاقه بتكريم استاذ يوسف. احنا سعداء جدا ان احنا قررناه السنه اللي فاتت وهو عايش، وكانت لحظه مؤثره جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الحاضرين. وبعدين من اكثر التفاصيل اللي انا حابب اتكلم عنها، ان احنا كمان يعني قررنا ان احنا نغير حاجه في اللائحه، والسنه اللي فاتت كان في نيه ان احنا نبدا جائزه جديده اسمها جائزه الجمهور تضاف للجوائز الرسميه، وهي جائزه قيمه ماليه 20,000 دولار امريكي مهداه من الشريك الرئيسي المهرجان باديا. احنا السنه دي قررنا ندي الجائزه دي تحمل اسم استاذ يوسف، هي جائزه يوسف شريف الصغير جائزة الجمهور، وهي جائزة بتهدى لأفضل فيلم في المسابقة من اختيار أو بتصويت جمهور المهرجان اللي بيشوف الأفلام، وستقدم في حفل الختام إن شاء الله السنة. دورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحمل اسم يوسف شريف رزق الله مدير الفني للمهرجان ورمزه التاريخي، وبالتالي يجب أن تليق به. ده بغض النظر عن ان احنا مهرجان ضخم، مهرجان عريق، مهرجان القاهره، يعني يكفي الاسم ويكفي التاريخ عشان تعرف قيمه المسؤوليه الملقاه على الفريق، واللي بنحاول نكون قدرها عن طريق تحقيق اهدافنا. هدفنا ان المهرجان يكون مفيد لكل من له علاقه بصناعه السينما، انه الجمهور اللي حابب يتفرج على افلام يلاقي افضل الافلام، صناع السينما اللي عندهم مشروعات يلاقوا شراكات ويلاقوا منصه يستفيد بها مشروعاتهم، الاعلاميين والصحافه يلاقوا حاجه يغطوها ويلاقوا ماتيريال مهمه. ده التوجه العام للمهرجان، انه مهرجان يكون فاعل، مهرجان معاصر، مهرجان متواصل مع جمهوره بمختلف اطيافه، وان شاء الله نحاول قدر الامكان يتحقق ده. احنا عملنا نظام جديد لاختيار الافلام قائم على نظام المبرمجين، انه كل شخص يكون مسؤول عن منطقه من العالم هو المكلف باختيار الافلام منها، مع وجود مستشارين دوليين وموجود لجنه فرز بتشوف ما يتقدم للمهرجان من افلام. السنه دي فحصنا اكتر من 2400 فيلم، من ضمنهم 1000 فيلم طويل. اخترنا منهم 150 فيلم معروضين ما بين طويل وقصير. مش عارف تمام.
فحصنا كل الافلام اللي اتقدمت للمهرجان، شفنا الافلام كلها وقررتنا خلصنا البرنامج في وقت مناسب، نص سبتمبر تقريبا كان عندنا 95% منه واستكملنا الباقي لاحقا. ف يعني برنامج في تمثيل 63 دولة او اكتر، مختلف الانواع مختلف الاشكال، فنتمنى انه يكون مرضي للجمهور، وان شاء الله النتيجة هتبان وقت عروض المهرجان. الشبه ان الاثنين مروا بعصر زهري كبير جدا في نفس الفترة تقريبا، وبعدين حصل تراجع والاثنين كانوا مؤثرين جدا على المستوى الاقليمي واحيانا حتى خارج النطاق الاقليمي بتاعها، لكن يمكن السينما المصرية بتحاول تتعافي، السينما المكسيكية احنا ممكن نستلهم منها ازاي خرجوا من الازمة اللي كانوا فيها بجيل جديد من الشباب المخرجين اللي هم بقوا دلوقتي اساتذة يعني، بس بدأوا في التسعينات كمخرجين صغار عملوا افلام مهمة جدا، نقدر نقول لها افلام يعني اصبحت تغزو العالم، تفوز بجوائز في كل حتة بتروحها.